مساء الخير، ازيك يا عسل؟ عامل ايه؟ مين دي؟ دي البت رضوى زميلتي ودراعي اليمين. سكر، مش انت اتفقتي ان انت مش هتبتدي من غيري؟ ولا هو مش تيم ورك يعني ولا ايه؟ كتف صغير لفخر العرب مش هيفرق معاه. ما بيخيبش قصه، قلت لك عيب. كله لابو مكه يا جماعه، الواد عسل وعايز يتاكل. بتتلم يا بنت بدر، مش بنت بدر، اتلمي بدر. الله يسلمك. اضحك اضحك، بتضحكك يا جماعه. بص طبيعي ازاي ولا اي حاجه. حتى بقى بتعملها بتاعت السرعه. قول احنا مالناش دعوه. ازيك يا عامله ايه؟ والله زي الزفت الحمد لله. عامل ايه؟ شكرا. قاعدين قاعدين. اولا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ويعني الحلقه النهارده يا رب تكون هتعجبكم، اخر حلقه بميت وش. وانا بحبكم جدا جدا، انا كرضوى وانا كزينب، بحب الناس اللي تابعونا، وبحب قد ايه ان احنا عملنا حاجه بسيطه، ويعني وزيكم يا عسليه كلكم طبعا. ويا رب تكونوا مبسوطين وعلى خير. انا اتخرجت من ايجيبتولوجي ودرست برضو psychology of understanding colors. فأنا الأول كان مجال دراستي ليه علاقة بعلم المصريات وعلم النفس، وبعدين بالصدفة التامة دخلت التمثيل عن طريق فريق التمثيل بتاع الكلية بتاعتي. وحتى مقابلتي ليهم كانت بالصدفة على طول، يعني كانوا بيصوتوا فأنا رحت أشوفهم بيعملوا إيه. بعد كده ابتديت أكمل في التمثيل، لأني من أول مرة مثلت يعني وقعت في حب التمثيل بصراحة، يعني في حاجات كده ما بتتحكمش فيها. ومن بعدها قدمت في المعهد بعد التخرج على طول، بالرغم ان انا كان في بلان تانية ان انا ابقى معيدة في الكلية بتاعتي. فروحت قدمت في المعهد واتقبلت، وفي سنة اولى رشحت المسلسل سجن النساء. فكان دور صعب، وكان دور غريب عليا، لان هي كانت بنت لوكل بتاخد برشام وكده، ولازم تبقى فالجر جدا. فقعدت اذاكر من دوكيومنتيشنز ونزلت شوارع واتعاملت مع الناس، وبعديها على طول خدت جود ريكومنديشن جدا في الدور. بس حصل ظرف منعني عن التمثيل، بابايا رفض ان انا اكمل في التمثيل. فقعدت 5 سنين بحاول بطرق مختلفة، ما بين اللي أنا بتقبل وبحارب وبحاول أقنع بابا، وبدرس فيلم ميكينج في ناشونال فيلم أكاديمي وبدرخان أكاديمي، وأعمل أفلام ديكومنتري، وستيل تمثيل هو كل حاجة جوايا، يعني ما حدش بينسى الحب اللي في قلبه. وانتهى الموضوع إني وصلت الأجريمنت مع والدي، وقدرت أقنعه إن أنا أرجع أمثل تاني. طبعا هو يعني موصيني دايما ان انا لازم اختار بعنايه جدا، ولازم ابقى دقيقه في الحاجه اللي انا بعملها والعمل اللي انا بقدمه. فانا الحمد لله استاذه كامله رشحتني وخدتني في ميت وش، وكان عمل وشه يعني وش السعد على الناس كلها. اول الناس كانت مبسوطه، كانت قاعده مبسوطه في البيت، حاسه ان في عيله متجمعين مع بعض، وحاسين اني صادني في حد حاسس بيهم، وإن هما مش لوحدهم، بتحقق لهم طموحات غريبة. ده كان شيء لطيف قوي، كان جميل قوي، الناس مبسوطة وبتضحك ومتجمعة. فجت لي شخصية رضوى بقى، رضوى لوز العنب. والله الدور كان على الورق مختلف عما ظهر في الشاشة. الدور على الورق كان ليه سمات، طبعا الكتاب تعبوا جدا في وصف الشخصية، بس الممثل لما بيتعامل مع الكاركتر بتاخد جزء منه وبيطلع جزء منها، وهي بتطبع عليه. بالذات المذاكرة بتختلف طبعا، لان بعد ما نزلت واحتكيت شوية بمنطقة بولاق، منطقة جميلة جدا، عريقة جدا، الناس فيها كوميديين وبيناكشوا ولاد بلد جدعان وبنات كده، تحس ان هم واكلين الجو. فده ابتدى يطبع على الشخصية طبعا. وبعد شوية استاذة كاملة بتوجيهاتها ليا كممثلة ابتدت تخليني اشوف الدور بطريقة اوسع. فكل ده يعني تحس ان انت بتبني حاجة فوق حاجة، الكتاب مع استاذة كاملة، مع شغلك، مع مذاكرتك، مع التيم ورك وطاقات الممثلين من حواليكي، وازاي تانتر اكت معاهم. فكل ده عمل رضوى. اولا يعني طبعا احنا كلنا لما ابتدينا نتجمع، زي ما الناس شافت على الحاله في المسلسل، ابتدينا ناخد على بعض بالتدريج. يعني الاول كنا بنناقش بعض، بعد كده ابتدينا نفهم بعض، بعد كده بقينا بنحب بعض، بعد كده بقى لا احنا عيله، او نصابين بس احنا عيله جدا. فده حصل حقيقي، لاني انا اتعرفت مثلا على استاذ ياسر
في اللوكيشن، فكنت كاركتر مختلف تماما كده وحالي وعلى جنب. فلحد اول مشهد بيني وبينه وانا داخله بقول له ازيك عسليه عامل ايه، وبنكشه وبعكسه، ده نقله تانية لانه ابتدى يتعامل مع رضوى. فدي حاجه اول مره شفت استاذه نيلي، كنا على عربيه الكبده بناكل سندوتشات كبده بسرعه جدا جدا جدا، لحد ما اول اي كونتاكت وابتديت انكش فيها اقول لها لا وما اعرفش ايه ومش كده، خلاص الدنيا بتتغير. سباع النجوميه هو النجوميه بالنسبه لي يعني، انا مش هقول حاجه. خالد باعي وش بعيد، خالد باعي جميل جدا، وهو على المستوى الشخصي استاذ شريف، هو استاذ مثقف ومحترم ومتعلم لاقصى درجه يعني، هو جميل بكل حاجه. طبعا عندك بقيه الكرو، طبعا كابتن فتحي ونجلاء وحماده، طبعا ناير ونقير، عندك كل الناس موجودين، عم سامح يا بنتي. فالناس كلها موجوده وجميله وانا مبسوطه بيهم بصراحه. احنا كنا بنرقص وبنغني، وساعات بنقعد ونبقى جعانين، وساعات نبقى خلاص بقالنا 20 ساعه بنصور، وساعات تانية نبقى عايزين يلا نتكلم في موضوع، بنعمل تدريبات واحنا شغالين، يلا 1 2 3 4 من غير ما هيبقى عارفين مين هيقول الرقم علشان نعرف ازاي نتداخل مع بعض. استاذ اسر كان بيعمل كده بصراحه معانا. عندك مثلا ماجي هي كانت الطاقه الحقيقيه اللي ليتس دو ذات، وبنعمل حاجات ويلا نعمل بارتي بجد ويلا نعمل، وبننقش الكرو كله. كان جميل، وكان ساعات حاجات من الحقيقه بتدخل. واستاذه كامله هي مخرجه يعني بروفيشنال وذكيه جدا، وعارفه ازاي حتى ايفن توظف حاجات بتحصل في الحقيقه ان هي تدخل وتبان على الشاشه، عارفه امتى تقول لك لا قول، طب قول الجمله دي. يعني انا متذكره موقف على وجه الخصوص، كان زيزو بنقول ان احنا مسافرين سويسرا، فقعد يقول اه ده في بنات موزة هناك وهنعكسهم كده. الاستاذه كامله على طول قالت له ما تقولش كده قدام رضوى، لو قلت هيبقى في موزة، هي تقول لك في موزة رجاله هناك برضو. فطبعا انا رحت قايله كده على طول، لاني طب انت رايح تشوف البنات في سويسرا، انا اشوف بقى. فده طبعا بتبقى مذاكره قبل المشهد وتحضيرات على انها تطلع بالتلقائيه دي. انا باور اكتيف شويه، بحب الرقص، بحب الحركه، احب اقعد اغني، احب اعمل حاجات كده، بحب يعني تمثيل التمثيل، اللي انا البس كاركترز واجرب حاجات والافلام. فده كان في رضوى برضو، فكره الجدعانه برضو لازم ابقى بنت بلد كده، بنت بميت راجل، بس يعني السكه دي. بس في برضو شويه اختلافات يعني، انا يعني رضوى بتعاكس بس. يعني هي أجرأ مني بصراحة في الحتة دي يعني، ما فيش يعني حتى مو صلاح قالت عليه عسلية، عايزة ايه؟ طيب الكواليس دايما لما كان يجيبوا الكاميرا بيعملوا ميكينج، فاحنا كنا بنهايبر بس، نقعد نهزر ونضحك ونرقص. حمادة دايما كان اول واحد يطبل على تي 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 تي، واحنا على طول هو يطبل مننا كلنا نرقص يعني. يعني دي كانت دايما حاجه بتحصل اوتوماتيكلي، حتى لو انت متضايق او بتفكر في حاجه، في طبله اشتغلت احنا هنرقص خلاص. دي لطيفه جدا. وبعدين انا فاكره يوم الفرح اللي هو النصبايه بتاعه الفرح، لما كنا عاملين كاركترز مختلفه، اليوم ده كنا اكننا قاعدين في خطوبه بجد، والموضوع فتح مننا خالص بقى. يعني استاذ اسر كان عامل كاركتر اللي هو كان حمد عامل ام معاذ، واستاذ اسر عامل الكاركتر اللي هو المتدين شويه، واول والكاميرا بتاعت الفيديو، وانا برقص فلاحي، وصدني استاذه نيلي بترقص. فطبعا يعني لا كلنا كنا مبسوطين جدا باليوم ده. اسماء من هيئه العمل لتعداد السكان. اسماء كانت اولا، انا كنت لابسه حاجه صوت كبيره جدا، وكنا يعني انا كنت بسيح جوه، انا كنت خلاص كل شويه عماله اطلع اشربات، عماله اطلع اشربات، كنت محشيه في كل حته. بس الحته بتاعت الكلب فعلا دي كانت حقيقيه، يعني الكلب هوهو بجد، وانا ما لقيتش حاجه اشتمه بيه، قلت له بس يا كلب، لان هو ما مش هينفع تقول له حاجه اكتر من كده. ودخلت مرعوبه على دنيا وقلت لها اسماء من الهيئه العامه للتعداد السكان، ده كان بتاعي. فالموقف كله كان تلقائي جدا. احنا واضحين، احنا دي لايت كوميدي وحاجه فارس جدا يعني. هي كل يعني مثلا الموضوع واخد زي
كرتونيك ستايل شويه. يعني كلنا عارفين ان النصابات دي بالرغم ان هي حصلت في الحقيقه بس تناولها بطريقه كوميديه، وبالرغم ان الناس بتطلع كومنت زي اللي انا حبيت ابقى نصابه وحبيت ابقى ما اعرفش ايه، ده الناس كلها عارفه ان احنا بنهزر والناس كمان نفسها بتهزر. في مفاجاه كبيره، بس يعني هي المفاجاه حلوه ووحشه وفي نفس الوقت يعني هي، بس هي حلوه بس يعني برضو يعني او في مفاجاه وهي نوع من انواع العداله برضو، يعني اتس فير اللي حصل، ولكن ده بيديك رساله مهمه جدا. مش معنى ان انت خدت خبطه او ضربه ان ده هيوقفك، لو انت انسان متفائل بطبعك ويعني لسه عندك المخ شغال وعندك الناس اللي بيحبوك حواليك فهيلي هتعدي من اي حاجه، هترضى باي حاجه وتبقى مبسوط. يعني بتهيالي اخر فريم او اخر مشهد هيبقى في الفيلم في حاجه هتبسط الناس جدا، قد ايه الناس دي لسه مع بعض. ده عندي بالدنيا والله. يعني انا اتمنى ان يكون في جزء تاني من مسلسل بتوش، بس يعني هي الكلمه الاخيره مش ليا، الكلمه الاخيره للاستاذ جمال العدل. يا رب يعني ان شاء الله هي شركه تعبت على المسلسل وردود افعال الناس، فاتمنى ان يبقى في جزء تاني. بس السل يعني في حيثيات كتيره لازم تتحدد، سواء على مستوى الدراما، على مستوى الممثلين، على مستوى طبعا استاذه كامله. يعني في حاجات كتير عشان العمل يطلع بالمره مره تانية بالمنظر ده.